الذي حصل لي طبعا والدتي كانت تمشي او تسير من منزلها الى راس الجبل. الجبل يبعد عن المنزل قرابه 100 متر، فانفجر بها لغم مما ادى الى وفاتها. وكذلك صهري يعني برضه كان قريب منها اراد انقاذها وانفجر به اللغم الاخر مما ادى الى وفاته. طبعا هذا الجبل يسمى جبل فاقع في مدينه الوازعيه، لغموا في داخل المنازل كامله حوالي من 10 بيوت، ما خلوا بيت الا وفي بيت تقريبا من 10 الى 15 لغم. ايضا التنور عزك الله حق الاكل، التنور قام بتلغيم التنور نفسه يعني في البيت في القريه. والمنطقه ما زالت يعني متاثره بالالغام كامله. مدينه الوازعيه تاثرت من قبل العناصر الحوثيه الاجراميه التي زرعت الموت لكل مواطن اعزل. فلهذا نطالب يعني بزياده الفروق على اساس انها تلحق المواطنين وتلحق مواشيهم اللي هي المصدر الوحيد اليهم يعني يعيشوا منها.